مصنع بيغش الجبنة وبيحط عليها مواد دهانات الحيطان، وقدامك أيام قليلة قبل ما تطبق عليك غرامة تأخير دفع الضريبة العقارية، وممكن تتحبس لو ركبت كاميرا مراقبة في مكان غلط. خليك معايا فيما ينفعش يفوت. صاحب مصنع ربنا كرمه، بدل ما يحمد ربنا ويشكر فضله، الشيطان قرر يبرمج له دماغه علشان يتغني بسرعه. فيعمل ايه؟ قرر يغش الجبنه ويبيعها في السوق على انها جبنه سليمه قبل ما الناس تكتشف المصيبه، ويتضح ان الجبنه عباره عن المعجون اللي بيدهنه بالحيطان ومحطوط عليه مكسبات طعم ولون فاسده. الحكايه بدات ببلاغ قدمه واحد ابن حلال اكتشف المصيبه، وفورا نزلت قوه من مباحث المنوفيه ومعاها مفتشين من الصحه والتموين، وخدوا عينات وحللوها وتاكدوا انها مجرد معجون دهانات. وكانت المفاجاه الثانيه ان المصنع مبني على ارض فضاء ملك الدوله، والمفاجاه الثالثه ان عمال المصنع حاولوا يمنعوا القوه من الدخول لحد ما يهربوا صاحب المصنع والكراتين اللي وزنت 37 طن جبنه. والتحقيقات اكدت ان المصنع بيستخدم بودره الدهانات وملح طعام فاسد والبان منتهيه الصلاحيه، وبعدين يعبوها في علب وعلى السوق عدل. وطبعا تم التحفظ على الكراتين والعمال وصاحب المصنع المشهور باسم الامبراطور، والقضيه اتحولت للنيابه بعد تشميع المصنع. اما لو عليك ضريبه عقاريه فخلي بالك واوعى تتاخر، لانه بحسب انور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، آخر ميعاد لدفع القسط الثاني من الضريبة 31 ديسمبر، وبعد كده هتتحسب عليك غرامات تأخير. وللتسهيل عليك ممكن تدفع في منافذ التحصيل في المأمورية اللي انت تابع ليها، أو في منفذ مصلحة الضرائب العقارية نفسها في مبنى الخزانة العامة. وخد عندك البشرة دي على لسان رئيس المصلحة، السكن اللي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه معفي من الضريبة العقارية، وكل اللي عليك تقدم طلب إعفاء. فكرت قبل كده تركب كاميرات على باب بيتك عشان تأمن نفسك وتحمي نفسك من السرقة؟ أو لو اتسرقت تعرف الحرامية وتبقى عارف اللي بيحصل حواليك؟ لو فكرت وناوي تعملها فعلا فلازم تسمع اللي هقوله لك. في البداية احب اعرفك ان القانون ما بيعتبرش تركيب كاميرات المراقبة في ممتلكاتك الخاصة مخالفة ولا بيعاقب عليها القانون، لان من حق اي شخص يحمي ممتلكاته وعيلته ضد السرقة او اي اخطار تانية، لكن لازم تستعمل كاميرات المراقبة بالطريقة الصحيحة. هتسألني ازاي؟ هقولك. القانون حدد شروط لتركيب كاميرات المراقبة في البيت، سواء اللي بتلقط من زاوية واحدة او اكتر من زاوية. بص يا سيدي، ممكن تركب كاميرا ثابتة أو متحركة، تصور من زاوية أو من أكتر من زاوية، لكن خلي بالك الحالات اللي ممكن تتسبب في حبسك، منها لو خبيت عدسة الكاميرا مثلا بين أغصان شجرة، أو خبيتها بأي طريقة تانية، لأن الكاميرا لازم تبقى باينة للجميع علشان الناس تبقى عارفة بوجودها، ولو خبيتها القانون هيعتبرك بتتجسس وهتتعرض للحبس. وخلي بالك ممنوع تحط الكاميرا على ممتلكات أي حد غيرك، حتى لو عشان تتابع بيها بيتك وتأمن نفسك. عايز تحط كاميرا؟ حطها في ممتلكاتك. طب ممكن أحطها على عمود نور مثلا؟ لا طبعا، لأن القانون جرم وضع كاميرات المراقبة على الممتلكات العامة، ولو عملتها هتتحبس وتدفع غرامة كمان. ويكون في علمك ممنوع تماما تحط أي كاميرا حتى لو كانت في بيتك، لكن بتطل على بيت جيرانك من جوه، لأن ده يعتبر انتهاك لخصوصية الناس بيعاقب عليه القانون. ولو حسيت إن حد بينتهك خصوصيتك، صور الكاميرا بالفيديو من تليفونك وقدم الدليل للشرطة. لحد هنا وخلصت حلقتنا، لكن أخبارنا ما بتخلص، مستنية آرائكم في التعليقات.